السلام عليكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق فيديو كارثي لمجموعة من المواطنين وهم يهجمون على أحد نقاط بيع الأغنام لأحد الموالين. كان قد وضع أسعارا مغرية لكباشه على صفحته في الفيسبوك وتهافت المواطنون عليه بكثرة، وبعد دقائق قليلة من الانتظار فقدوا السيطرة وهجموا على الخرافة ما خافت أن تنتهي الكمية. تابع الفيديو للعيادة.